طبعا التواجد هو اولا عظم الله اجور الامه الاسلاميه وعظم الله اجور السيد القائد مقتدى الصدر بقدوم محرم الحرام. هذه الثوره باتت بانا بين المواطنين هي دعوه لكل الشعب العراقي، ليس فقط للتيار الصدر. بعد تغريده السيد امس بينت الحشود وتوافدت العشائر والمسانده من كل الثقافات اللي موجوده وكل الكوادر اللي موجوده من فنانين من رياضيين من اعلاميين. فالدعوه بنت يعني بينت ضد الفاسدين، والمطالب هي تغيير الدستور الذي انبنى على فساد وتغيير هذه قبه البرلمان من الفاسدين. بعد ما خروج السيد مقتدى الصدر من البرلمان باتت هذا مجلس النواب هو مأوى الفاسدين وليس مأوى لقوة الشعب. انما حبيبه حياك الله. حبيبي عليكم السلام، يا مرحبا. حياك الله. احنا من المدينه، مدينه الصدر. شنو اليوم ابرز مطالبكم واللي وين انتم باقيين؟ احنا نريد نقول فد واحد ينظر لهالشباب، والله مثل هيك الشباب ومثل هيك عراقيين يستحقون الحياه. احنا هسانا خانقتنا العبره، يعني شوف الورود، شوف الشباب ثلاث ارباعهم عطاله، والثلاث ارباعهم ما متزوجين، والثلاث ارباعهم بيوت ما عندهم. احنا نريد شنو؟ احنا نريد حالنا حال البلدان العربيه، حالنا حال البلدان المجاوره. احنا نريد استقرار، احنا نريد امن، احنا نريد كل المطالب طلبت الحياه اللي نريدها احنا هي الكهرباء وغيرها. بدنا نريد يعني شويه نظره لهالشباب هاي، لا اكثر ولا اقل.